عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم، ونروح معاكم للكرة العالمية. خلال الفترة اللي جاية هيترقب طبعا كل عشاق الكرة العالمية التفاصيل الخاصة عن صاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. طبعا عارفين انه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الامريكي توج بالكره الذهبيه في السنه اللي فاتت 2023، وده بعد ما ساعد منتخب بلاده في ان هو يتوج معاهم بكاس العالم علشان يبقى اكتر لاعب فاز بالبالون دور في تاريخ الجائزه. ده تقريبا بنتكلم كلاعب من اللعيبه المؤثرين جدا 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 ان هو يفوز 8 مرات. وبتعلن المجلة الفرنسية عن 30 اسم بيكونوا مرشحين للفوز بالجائزة الفردية الأهم على مستوى العالم، وطبعا بتقدم أيضا عدد من الجوائز الأخرى لأفضل لاعبة، سواء كانت كرة قدم نسائية، أفضل لاعب شاب، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أفضل نادي. وكمان كانت فرانس فوتبول أعلنت في وقت سابق أنه حفل توزيع جوائز البالون دور 2024 هيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 على المسرح في باريس. وبتشهد الجائزة السنة دي طبعا يعني استثناء ملفت بعد التعاون ما بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024. خلونا كده نستعرض معاكم ونقول الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية بدون طبعا ترتيب، وهم جود بيلينغهام وصيف يورو 2024 مع منتخب انجلترا وبطل الليغا ودوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. روبن دياش لاعب مانشستر سيتي الفائز الدوري الانجليزي الممتاز 2023-2024. فيل فودن لاعب وسط منتخب انجلترا وطبعا سجل لمانشستر سيتي في الموسم اللي فات 27 هدف وقدم 12 تمريره حاسمه لزملائه. فيدريكو فيلفيردي لاعب وسط ريال مدريد الفائز بالليغا ودوري أبطال أوروبا. إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا والمتوج مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا وأفضل حارس في البطولة. إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وحامل لقب البريمير ليج مع مانشستر سيتي، وهو طبعا أبرز المرشحين لللقب. ويليامز جناح أتلتيكو بيلباو ومنتخب إسبانيا واللي ساهم بشكل مؤثر في فوز بلاده بلقب يورو 2024. جراند تشاكا لاعب منتخب سويسرا وبطل الدوري الألماني مع باير ليفركوزن. وأرتيم دوفبيك مهاجم منتخب أوكرانيا ولاعب روما الحالي اللي سجل في الموسم الماضي مع فريقه السابق جيرونا 25 هدف. وتوني كوس نجم منتخب ألمانيا واللي أعلن اعتزاله بعد تتويجه بالليغا ودوري الأبطال مع ريال مدريد. فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي المتألق صاحب الدور الرئيسي في فوز ريال مدريد بالليغا ودوري أبطال أوروبا وسجل 24 هدف، قدم 11 تمريرة حاسمة في 29 مباراة، وبرضه هو أبرز المرشحين للفوز باللقب. داني أولمو لاعب برشلونة الحالي وقائد حملة فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024 بعدما سجل 3 أهداف في البطولة. فلوران فيرتز لاعب باير ليفركوزن المتوج مع الفريق بالدوري الألماني واللي سجل 18 هدف وكان من أهم وأبرز نجوم البوندسليغا الألمانية. مارتن أوديغارد جناح أرسنال المميز ووصيف الدوري الإنجليزي واللي سجل الموسم الماضي أيضاً. مات هوملز النجم بروسيا دورتموند ووصيف دوري الأبطال والمنتقل حديثا إلى روما الإيطالي واللي ساعد الفريق في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. كيليان إمبابي نجم ريال مدريد ولاعب باريس سان جيرمان السابق فاز مع فريقه بالدوري الفرنسي ولقب هداف الدوري الفرنسي ولقب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد. كول بالمر نجم تشيلسي الإنجليزي واللي سجل حضور كبير مع البلوز وفاز بلقب هداف الفريق برصيد 22 هدف. وهاري كين نجم المنتخب الإنجليزي ونادي باير ميونخ فاز بلقب هداف الدوري برصيد 26 هدف. 36 هدف.
لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان فاز مع الفريق بلقب الدوري الايطالي وهداف ايضا الكالتشيو برصيد 24 هدف بجانب فوزه بلقب كوبا امريكا مع منتخب بلاده. أديمون لوكمان نجم منتخب نيجيريا ونادي أتلانتا الإيطالي توج مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وسجل 5 أهداف في اليوروبا ليج منهم ثلاثية في مرمى باير ليفركوزن في النهائي. دول كده 20 لاعب أو أبرز 20 لاعب من المرشحين للقائمة لأول مرة من عقود طويلة جدا، مفيش ميسي، مفيش رونالدو، وبعد ما كانوا على مدار 17 أو 18 سنة هم المتصدرين لجدول الترتيب، كمان مفيش غير لاعب واحد من إفريقيا هو النيجيري ديمولا لوكمان، وده طبعا يعني من الحاجات الغريبة شوية بعد ما كنا بنشوف اسم صلاح متصدر الخمسة الأوائل في آخر 5 مواسم. أمر محير، محمد صلاح نفسه في الجائزة دي جدا زي ما حضراتكم عارفين، الجائزة اللي بيتمنى ان هو يفوز بيها وانه يتوج بيها، ودي من أحلامه وان شاء الله يتوج بيها يوم من الأيام. صلاح هداف فريقه وأبرز هدافي أقوى دوري في العالم، كمان اسمه أشرف حكيمي مش موجود، ودي برضو حاجة محيرة شوية للجمهور العربي والإفريقي. هنتابع معاكم ونشوف كل جديد كل سنة ان شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق.